صباح الخير سويتيز، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وبخير. اليوم حبيت نشارككم روتين تاع اليوم تاع يوم امس. درت هذيك الوصفه تاع الباذنجان وما شاركتهاش معكم في ستوري، وحبيت نديرها لكم اليوم في فيديو باش تبقوا شايفين عليها خير. وزدت مام درت تحليه المكسرات، وصفات سهله البنات. هنا كما راكم تشوفوا نضت صباح، كملت اموري في لاشامبر، لبست قشي وهبطت للكوزينه. راح نبدا ندير التحليه تاعي. كما راكم تشوفوا هنا درت اطراح حليب وزمغار مغارف تاع النشا، حركتهم باردين مع بعضهم مليح، ودرت السكر على حسب الرغبه تاعكم. يعني ديروا في بالكم انه راح ندير فيها كريم ديسير، وراح ندير من فوق الكراميل، يعني حتجي حلوه. دونك انا هنا درت غير زوز مغارف سكر كبار. بعد ما كملت حركت هذاك البرد كامل مع بعضاه، حطيتهم على النار، بقيت نحرك فيهم حتى اختاروا لي، ودرت فيهم شويه فاني باه تروح لي طعمه الحليب، باسكو انا طعمه الحليب راني ما نحبهاش. المكسرات هنا جبت خلط لوز وجوز ودرت كاوكاو، رحيتهم كامل مع بعضاهم ومرحيتهم يعني نص نص. بعد ما اختارت لي الخلطه تاعي هذيك، درت لها هنا باتا كريم ديسير وحركتها كيف كيف مليح، وحطيتها في لي كوبون تاعي. هنا خيرت هذوما لي كوبون هم جايين ستيل قديم، يعني العام هذا راني ما شريتش خلال لي كوبون تاع التحليه. درتها هنا وخليت شوي من الفوق، يعني لازم تعمروهاش للفم باسكو بعد عندكم طبقه واحده اخرى تاع الكراميل. هنا نروحو دروك للكراميل. درت 6 مغارف تاع حليب تاع سكر، وهكا وراه يجتني شويه، يعني من الافضل نديرو 10 مغارف خير باه تجي بالزايد. هنا حطيت السكر على نار هاديه حتى ذاب لي، يعني ذوب فيه بشويه، ما تقووش النار باسكو يتحرق وتحكحل لكم الطاوه وتولو في حاجه واحده اخرى. هنا بعد ما ذاب لي السكر تاعي، كنت خليت ديجا طرف من الخليط الاول بارد هذاك تاع الحليب والنشا، ودرته في الكراميل تاعي، يعني في بلاصه ما تزيدوا ديروا الحليب وتخلطوه، نحوا طرف من الاول ودفوه برك في الميكرووند ولا، وديروه في الخليط تاعكم وحركوا. من بعد هنا درت باتا كريم ديسير واحده اخرى في الكراميل وحركتهم مليح بلفوي، يعني سكر والخليط تاع قبيله كاس منه دافي وباتا تاع كريم ديسير، حركتهم مع بعضهم هكا. من بعد جبت المكسرات تاعي اللي رحيتهم قبيله وخلطتهم معاهم، وهكا جات الطبقه الثانيه تاعي. صافي المقادير تاعنا كلها. الطبقه الاولى راهي طبقه النشا، درنا فيها اطرا حليب، زوز مغارف نشا، السكر حسب الرغبه، فاني حركناهم حتى اختاروا، درنا فيهم باتا كريم ديسير، ومن بعد حطيناها في الكوبو تاعنا، ومن بعد درنا الطبقه الثانيه تاع الكراميل. سهله وجات بنينه بنا تهبل. درك نروحو لدوزيام بلا. هنا جبت سني حطيت فيه ورق الشمع، جبت الباذنجان تاعي، هنا جبت زوج كعبات بركه قسمتهم على زوز، يعني على حسب افراد العائله ديروا كل وحده نص. هنا كحكمتهم حليتهم النص، درت ليهم الملح ملحتهم مليح، درت ليهم الفلفل الكحل، ومن بعد حكمهم بيديكم وفوتوا الفلفل الكحل والملح عليها كامل، ودرت له درت ليهم مام الزيت باه من بعد ندخلهم يطيبوا في الفول. يعني هذه المرحله الاولى، تحكمهم ديروهم هكا طيبوهم في الفول حتى يطيبوا بيان. هنا في مقله درت نص كعبه بصل صغيره، قصيتها بالطريقه هذه يعني صغار خلاه، قليتها في الزيت حتى حمرت مليح وسيبت العسل تاعها. من بعد جبت اللحم تاعي حطيته في المقله وتحلوه مليح باه من بعد ما يبقاش مكعبر، يعني كي تحطوه فوق الباذنجان يجي قد قد. هنا حطيت لي زبيب، فلفل احمر، فلفل الكحل، التوابل اللي عندك تاع اللحم حطاها، وحطيت الملح وحركتهم ودرت ليهم مام الثوم. جبت كعبة طماطم صغيرة نقيتها وقصيتها ودرت مام مغرف كبيرة تاع طماطم. هنا الوصفة راهم يديروا فيها حتى الفلفل، يديروا فيها السنارية، غير انا ما نحبش، درت غير الطماطم. قليت كلش مليح مع بعضهم، بعد جبت كاس نص كاس تاع ماء وخليته يطيب. دركا رحت جبت الباذنجان تاعي من الفور، كان طاب بالطريقه هذه، يعني ولي ليفه كما يقولوا. هزيت المغرف وجبت هذاك كامل الباذنجان خلطته، يعني تحاولوا تنحوه من القشره تاعو بلا ما تقطعوا القشره، يعني بالطريقه هذه برك حليته كامل باه من بعد نحط فوقه الخليط تاعي ديريكت.
بالطريقة هذه حطوا اللحم المرحي تاعكم هذا الفوق، ما تكثروا ما تقلوا به، ما يمسيح لكمش على الحاشية بعد، يعني جوست ما تعمروا هذاك الباذنجان كامل. هنا بعد ما كملتهم كامل رحت جبت البطاطا قصتها بالطريقة هذه، طيبتها شوي في الماء يعني ما طيبوهاش ياسر. هنا درت فلفل الكحل، فلفل الأحمر والزيت، وحنحطهم فوق هذيك البطاطا، ندهنها بيان، ودرت الفرماج فوق الباذنجان تاعي المعدنوس، ودخلتهم في الفور بهذيك البطاطا تتحمر والفرماج يطيب. وهكا البنات كيفاهجها يعني جات بنة تهبل. هنا حطيت البطاطا هذيك والباذنجان، وهنا حطيت شوي مايونيز خلطتها مع كاتشب، وجربوها وقولوا لي رايكم في الكومنتير. ودورك سهرية تايم. هكا وصلت لنهاية الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم وتجربوا الوصفات وتلقوهم بنان وتستبنوا. وهني هكا المرة هذه ما طولت عليكم، درت لكم 3 فيديوهات في سمانة واحدة. خلوا لي رايكم في التعليقات، ونقول لكم نحبكم ياسر ياسر ياسر. خلاص، سلام.